هذه قرارات ملزمة، محكمة العدل الدولية تأمر ولا تطلب. كلمة طلب عند محكمة العدل الدولية تعني حسب اتفاقية فيينا التي تفسر المعاهدات الدولية والتي تفسر القانون الدولي، الطلب هو أمر، وهذا الأمر هو ملزم لكل الأطراف وملزم لدولة إسرائيل وعليها أن تنفذ ذلك، وليس ملزم لإسرائيل فقط بل ملزم لكل الذين لهم علاقة بالموضوع، لأن هذا يهم النظام العام الدولي. وبالتالي هذه خطوة مهمة تشرح الآن أن ليس هناك سياسة مكيالين أمام محكمة العدل الدولية. يمكن أن تكون هناك سياسة مكيالين بالنسبة لبعض الدول ولأسباب سياسية، ولكن أمام القانون الدولي ليس هناك سياسة المكيالين، ليس هناك معايير مزدوجة، هناك معيار واحد هو الالتزام بالقانون الدولي والالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية. وهذه القرارات فيها بند في هذا القرار يقول أن على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات اللازمة من قواتها العسكرية بأن تمنع، ليس بأن تقوم فقط بل بأن تمنع كذلك كل عمل يستهدف المدنيين ويستهدف مواطني غزة، أي أن لكي لا تتواصل عملية الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وكل الجرائم ضد القانون الدولي الإنساني. وبالتالي هناك أمر لإسرائيل بأن توقف الأعمال العسكرية، الأعمال العسكرية التي تهم المدنيين، وهذا هنا وهل يمكن دكتور مجيد، عذرا المقاطعة، هل يمكن لإسرائيل أن تنفذ هذه الأوامر والقرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولي، إذا ما علمنا أن قرارات المحكمة بطبيعة الحال هو وأوامرها ليس ممكن، يعني هو ليست واجب قابلة عليها أن للطعن؟ تنفذ هذه القرارات، ويجب عليها أن تقوم بتتخذ كل الإجراءات، وهذا هو الأمر. ومحكمة العدل الدولية طلبت من إسرائيل بأن تعطيها تقريرا بعد شهر من الزمن، أي بعد 30 يوما، وستقدم إسرائيل تقريرا تقول فيه أمام إلى محكمة العدل الدولية، تثبت فيه كيف نفذت هذه الأعمال، ويجب عليها تقديم الأدلة والبراهن على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. ومحكمة العدل الدولية لها وقتها النظر لأن تقبل أو لا، ويمكن لها أن تقوم بإصدار قرارات أخرى إذا رأت أن إسرائيل لم تنفذ تلك الطلبات.